عالم الآن رقمي. خطوة إيجابية تساعد في حل الاختناقات الموجودة داخل المدن، وكذلك تساعد في معالجة الفساد الموجود في السيطرات، وكذلك تساعد في خلق نوع من الرقابة الذكية. هذه الخطوة خطوة جيدة جدا، تخدم المواطن، تقلل من الازدحامات، تقلل من نفسية المواطن المتعبة لما السيطرة تأخرك ويظل شرح، وبعدين حتى المنتسبين دول أبنائنا هم تلقيه بالحار وبالمطار واقف. أهلا بكم. سيطرات تقليدية غلغلت أبواب العاصمة بالقيود والروتين، عبء أثقل كاهل المواطن وأضاع نصف عمره في صفوف الانتظار، يخرج من سيطرة ليدخل في مرابطة والإجراء ذاته باختلاف الزي أو لغة الاستفهام. شوارع مخنوقة الحركة وصدور أثقلها الدخان، تبغ في كل مكان مرة في السيارة وأخرى في الأرجيلة وما استحدث منها كالفيبي وغيره، والنتيجة دائما واحدة: حرق للأموال والأرواح. فهل ستنقذ السيطرات الألكترونية المواطن من الزحامات، أو ستخفف القوانين تأثير التدخين، أم أن الطريقين سيؤديان لنفس النتيجة؟ أهلا بكم. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع الخبير الأمني الأستاذ صفاء العسم. أستاذ صفاء، مرحبا بحضرتك. حياكم الله. والخبير في مجال الطرق والجسور الأستاذ عدنان مظلوم، مرحبا بجنابك. أهلا بجناب. أستاذ صفاء، قبل لا نتحدث عن اعتزام أمانة بغداد إنشاء سيطرات بمداخل العاصمة بغداد وتطويرها إلى سيطرات إلكترونية لتخفيف الضغط وما يحصل، أريد أسألك اليوم، هذا السؤال يدور في ذهن أغلب العراقيين اليوم، لما الشخص يذهب إلى سفرة مثلا إذا إلى شمال العراق، شنو الشعور إذا حضرتك رايح؟ بالتأكيد شنو الشعور اللي ينتابك وأنت راجع مجرد وصولك إلى مداخل العاصمة بغداد وسيطرات العاصمة بغداد؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم أستاذ محمد وعلى ضيفك ومشاهديك الكرام. أهلا بحضرتك. يعني سؤالك متأخر جدا أستاذ محمد، إحنا يعني نعاني من هذا الموضوع صار أكثر من 20 سنة. الأجدر بينا أنه ندعم الفكرة الجديدة وهي تهيئة، وإن شاء الله حسب معلوماتي إلى أنه خلال 6 أشهر القادمة سيكون هناك افتتاح لكل السيطرات الرئيسية للعاصمة بغداد. طبعا يعني انت اللي اعترضت عليه هو مشكلة كبيرة. يعني احنا اتذكر يعني احدى المرات احنا رجعنا من المحافظات الشمالية من الاقليم، اتصور بقينا بحدود حوالي 3 ساعات الا ربع ضمن هذه الكيلومترين. يعني طبعا يعني هي يعني تأخيرات لمدة سنين طويلة، تدري يعني لا شوارع سليمة لا وضع سليم، البلد كان داخل بحروب كثيرة ولغاية اليوم. هسه احنا يعني خلينا نكون واضحين اكثر، ترى احنا اليوم نحارب داعش، ولليوم نحارب الارهاب، ولليوم نحارب
المخدرات، ولليوم نحارب تهريب السلاح، ولليوم نحارب يعني الفساد، هذا كلها نقاط مسببة إلى أنه تسمح إلى أن يكون هنالك يعني عدم سيطرة كفوءة حقيقية داخل حدود العاصمة بغداد. ولهذا يعني الكلام الآن بشكل حقيقي أتصور يعني سيكون كما في بالك خلال الأشهر الستة القادمة، وهي الانفتاح الكلي، لأنه المخططات أنا شفتها. أتصور أستاذ عدنان هو أكثر من عندي تفصيل بهذا الموضوع، ولكن هي تسمح لدخول أكثر من 4 سايدات يعني حسب قراءاتي. أنا الحالة اللي كنت أتحدث عنها أنه أنا واحد من الناس أنا حاس بيها وعايشها، وتدخل مداخل بغداد والتراب والازدحامات بالدخول على مر 20 سنة اللي فاتت. تمام. يعني تتعب، يمكن تعب الطريق كله بجهة وتعب. أنا قلت لك 3 ساعات إلا ربع بس بالسيطرة. زين، كم مدخل ببغداد؟ شنو تعتزم الحكومة توجهها الجديد؟ سيطرات الإلكترونية الذكية شلون تعاملها؟ شنو راح يتغير؟ وأيضا دقتها بكشف الممنوعات. هو يعني ثاني أتكلم فيما يخصني بالجانب الأمني، يعني نعوف الموضوع الفني على أستاذ عدنان، ولكن يعني حقيقة الموضوع ليس بالسهل ترى أستاذ محمد. إحنا يعني إذا نتكلم ونريد راحة المواطن، ونعم يعني كلها حق من حقوق المواطنة وحق من حقوق المواطن البغدادي وحق بكل شيء، ولكن يعني ما تنسى إلى أنه هنالك مخدرات تعبر هسه على هالوضع هذا، وعلى هالإساءة اللي حضرتك تصورها إلى أنه هي إساءة في تأخير المواطن. إحنا إلى حد قبل أقل أسبوع إحنا مسكنا أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاغون وكريستال، وقبل شهر مسكنا 4.5 مليون، وهذه كلها تدخل إلى العاصمة بغداد، يعني إن كانت عن طريق ترويج، عن طريق حيتان كبيرة، عن طريق المروجين، أو عن طريق التجار. إذن إحنا يعني أمام موضوع خطر جدا. سائدا موضوع تهريب السلاح، هسه إحنا نحاول أنه تدخل وزارة الداخلية في تفاصيل إلى أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، وعمليات التفتيش وشراء السلاح المتوسط صعودا من المواطن، ولكن سلاح يدخل ويتهرب وهنالك رشا كبيرة وعالية بهذا الموضوع. زائد الموضوع الإرهاب والدواعش وإمكانية حركتهم. شوف هذه كلها يعني كلها معرقلات لاستقرار الحالة الأمنية داخل بغداد. هسه احنا نعترض، أنا من الناس أعترض على الزحمة وعلى كثرة السيطرات. هسه احنا صار يعني خلال 48 ساعة اللي فاتت الرصافة كلش معقدة، يعني أتصور يعني الكل شعر بيها إلى أنه كثرة السيطرات كنا ضجورنا. بس هذه السيطرات في المداخل تعتقد انه راح تمنع او تحد مثلا من دخول المخدرات او السلاح؟ يعني المفروض انه اكو تبليغات بهذا الموضوع طبعا، يعني اذا نتكلم على مخدرات فاكو متابعه استخباريه بهذا الموضوع لغرض مسك المناطق بشكل حقيقي وبشكل كفوء. ولا شو تريد انت؟ شنو اللي تريد تسويه حتى توقف موضوع المخدرات؟ يعني انت يجب ان تتبنى العمليه من رأس هرمها نزولا الى خلي ناخذ الجانب الفني ونرجع للجانب الامني. استاذ عدنان اجدد ترحيب بحضرتك. بدايه كم مدخل رئيسي للعاصمه بغداد اللي راح يطور وتصبح السيطرات الالكترونيه، دخول العجلات بشكل سلس الى العاصمه بغداد، وبالتالي نخلص من هذه الزحمه في المداخل؟ أهلا وسهلا، شكرا لكم وترحب بالضيف الكريم. الحقيقة المداخل الرئيسية إلى بغداد على الشوارع الرئيسية 7، بس المداخل الثانوية والرئيسية 11. فيعني أنا أصلا ما مقتنع في موضوع السيطرات الموجودة حاليا، الموجودة وفكرة السيطرات، لأنه هسه تروح للأردن مثلا العمان، من العقبة تجي تطب بعمان بالهذا تروح ماك، كل أحد يقول لك وين رايح، يقول لك وين جاي، أكو استخبارات وأكو استعلامات وأكو كل شيء. دولة مستقرة أمنية، ما إحنا هم مستقرين أمنيا، إحنا هم مستقرين أمنيا. سوت لنا سيطرات، إيش لزمت سيطرات؟ ما لزم شي، اللي يريد يجيب ممنوع ما يجعل السيطرة، يفتهم منين يجي ويفتهم وعنده طريقة. فيعني ما مقتنع عن موضوع السيطرات، بس يمكن اكو طرق ممكن يسلكها اللي يريد يعبر ممنوعات طبعا طبعاً, طبعا. هسه انت اخذ منايا باتجاه الحله، يعني الا تمشي على طريق الدوره او طريق عويريج، ما هاي كلها كلها تشوله، وكيف اكون ما ادري تمشي
يعني بغداد محاطة 360 درجة فراغ، فراغ أراضي، فراغ ودروب مال يعني مال يعني قرى وبيوت، وماكو مشكلة يعني ماكو، يعني أقول لك الما يفتهم يجي على السيطرة، الما يفتهم إلا هذا كلش. يعني ما أعتقد السيطرة، يعني إحنا الدولة الوحيدة بالمنطقة اللي مكلبين بالسيطرات. زين ماكو، أنا أروح تركيا حتى هاي سوريا، سوريا موضعة كلش بخربط، ماكو سيطرة. شنو الحل المناسب؟ الحل المناسب تقوي الاستخبارات والاستعلام والناس، الناس هي تشتغل عند هي الناس كل شيء، تدري بكل شيء. أما هاي كثرة المداخل هم يرجعون، يعني أنا سيطرت الصقور، جت فترة هنا يمكن بها 10 مداخل، من يفتحون ال10 مداخل ما تتأخر السيارة 5 دقائق. زين. هناك وراء مثل الكيناين عنده استراحة، وظلوا وسووها على 2 أو 1 للجيش أو للقضايا الأمنية، وواحد للناس، والناس توقف 3 كيلوات، وهاي ما يهمه، يعني اللي وقف في السيطرة ما يهمه الناس. على قولة الأستاذ 3 ساعات وربع، يعني 3 ساعات أنا وهم نفس الشيء بمكان السيطرة، هم هاي اللي هي بالحسينية، أنا هم يعني أنا أهلي بديالة، هم مرجيت وتورطت وظلت يمكن ساعتين. فالمشكلة مو فقط بالسيطرة، المشكلة تصرف أهل السيطرة وتصرف الناس. يعني هو ما ينتظر بالدور مالته يوقف ورا، جاء لقى واحد واقف وقف ورا، وإنما يدخل على طريق اليسرى أو على اليمنى أو يمشي رونج سايد، والطريق والمداخل ما شاء الله، والمداخل ما شاء الله. فيعني هي تعتمد على ثقافة الناس أولا وعلى حرصهم، هو ما يصير واحد يضرب واحد مثلا يهرب يعني مخدرات او كذا وما ينطي خبر. هسه احنا لما يكون تشخيص الخلل، تشخيص للمشكله، بالتالي اليوم الحكومه تشخص وتتوجه لحل مشكله، ايه؟ تبدل هاي السيطرات بكاميرات ذكيه، سيطرات ذكيه، وهذا ممتاز. بدلا يقول لك انا مثلا الوضع الامني ما اريد مثلا اترك مداخل العاصمه فراغ، بالتالي هاي خطوه الى الامام. هي تمام، هي سيطرة ذكية. شنو السيطرة الذكية؟ يعني شنو؟ شو يعني مثلا على اللوريات الاسكانر هو ذكي. أنا فد يوم جيت لقيت يمكن 3 كيلوات واقفات اللوريات على طريق اللي يسموه طريق النهروان اللي يجي من الديالة، اللي هي سيارات الحمل البغداد بس تفوت عليها. والله لقيت تقريبا 3 كيلوات اللوريات، حتى جبت واحد مكفيه يعني يا بليش، قال من البارحة واليوم واقف هذا الاسكانر ما ادري شنو. صحيح. فما سوينا شيء، يعني يا اخي اذا نعتمد على الآلة هم عطلت ونمنا، واحسن شيء اعتمد على الناس وخلي مراقبة وشيك راندوملي، يعني لا يعني هاي السيارة شك بها شيكها، هاي ما شك بها يمشي، هاي في كل العالم هذا التوجه. اما انت ما تفتش كل السيارات، تكشف كل السيارات، يعني حيل صعبة. استاذ صفاء، وين اكو بلد بالعالم اليوم المواطن يوقف له بسيطرة 2 أو 3 أيام، وذا هو على باب الله وكل سيطرة يوقف له بهيج، شو وقت يريد يوصل لأهله؟ ماكو بلد بالعالم يوقف ساعة بالسيطرة. أنا أتكلم لك يعني شايف كل دول المنطقة على الإطلاق، كل دول المنطقة، كل دول الجوار، وزايد أنا مسافر كثير، ماكو سيطرة. بس أنا شرحت لك بالبداية، يعني أولاً إحنا يعني خرجنا من حروب قاسية جداً. يعني طلعنا من نظام سابق كان يعني دموي مو سهل، يعني انت اليوم يلقف عندك مخدرات، ذاك الوقت تنعدم انت وعائلتك وقرايبك وخالاتك وبيت عمك، تدري هذه يعني مو صحيحه. موضوع الديمقراطيه اللي اجى فسح كثير من المجال وخلى كثير من الحيتان توصل الى مواقع متقدمه، واصبحت الان تملك ما تملك يعني على مستوى مئات الملايين من الدولارات. لكن اللي يتكلم به استاذ عدنان صحيح، يعني هو بس انت تقول لي اترك الموضوع للثقافه المجتمعيه، لثقافه المواطن، ما تكفي حقيقه، ما يكفي هذا الموضوع. يعني احنا بعدنا يعني حتى ننفذ اللي يقول استاذ عدنان او اللي تتامله حضرتك، يعني اتصور يحتاج لنا اكثر من 2 سنين بهذا الموضوع. يهمنا جدا ان تكون ثقافه المواطن بشكل حقيقي. بس احنا يعني لولا عمليه الدخول الى منطقة البتاوين واختراق هذه المنطقة، ويعني ما نريد نحشي ما كان يحدث بها، يعني هنالك وساطات وصلت إلى أعلى المستويات بالدولة في سبيل عدم اختراق هذا المكان أو عدم توقيف هؤلاء الناس، وهم كلهم إحنا نعرف يعني النسبة كبيرة اللي كانت
عمليات التفتيش اللي تجري بالتأوين للبحث عن العاهرات، عن المواقع اللي المكانات اللي كانت بها التاجر بالأعضاء البشرية، المخدرات، السلاح، الحشيشة. إذن يعني الموضوع يحتاج إلى ثقافة مجتمعية. يعني إحنا تتكلم صح، وطموحنا كنا وطموحي أنه أدخل بوجهي على سرعتي. أستاذ عدنان أيضا تحدث عن موضوع يقول اللي يريد يعبر ممنوعات ما يجيك على السيطرة وجايب ممنوعات أو لا. إحنا شلون نلزم؟ لا شلون نلزم؟ لا شلون يلزموهم دولة؟ لا هو هو ما يقدر، هو من مجرد أن عبر من الطرق النيسمية، هذه العبارة هي عبارة عسكرية. أي ممكن تلزموهم بالمعلومة الاستخبارية؟ أي هاي تلزم بالمعلومة الاستخبارية، هي اللي هي الطرق الغير مؤشرة على الخريطة. خو هذا مهرب، يعني هو مجرد وجوده بالصحراء الغربية حتى يخترق ويوصل للأنبار مثلا بدون دخول بالسيطرة، هذا مبين مهرب. يعني أما سلاح أو حشيشة أو 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 إرهابي أو دواعش أو أو يعني كل أشياء اللي هي تسمح له أن يخترق الجانب الأمني بدون المرور بالسيطرة. هذه واضحة الموضوع، يعني ممكن أن تشوفها بالمرقب. ولكن الحكي بالسيطرات هو عمليات المسك اللي إذا تجرى هي كلها عن طريق سيطرات، اللي يدخل المواد المخدرة في داخل الرقي، واللي يدخلها بالبرتقال، واللي يدخلها تدري يعني اللي إذا تجي من الجانب الإيراني. إيه يعني هذه اللي دخلها بالرقي وبالبرتقال بالتفتيش لزموها طبعاً، لو بالمعلومة الاستخبارية لزموها بالمعلومة. إذن هو لازم يخترق السيطرة، إذن هو لازم يخترق السيطرة. هذا لا يعني إنه إحنا ننهي موضوع المعلومة الأمنية والاستخبارية. نعم يجب أن يكون هنالك معلومات أمنية واستخبارية، ويجب أن يكون هنالك تعاون كبير ومشترك عن طريق غرف عمليات مشتركة بين الحكومة المركزية والإقليم. يعني هو الإقليم نسبة كبيرة جدا من عبور، إن كانت على مستوى غذاء، إن كانت على مستوى مواد، وإن كانت على مستوى أجهزة كهربائية وكل شيء. يعني اللي يجي من تركيا، واللي يجي من إيران، واللي يجي من حتى من دول المنطقة اللي هي يعني مو دول جوار، هم تصل عن طريق تركيا، عفوا الإقليم. لكن هذا الموضوع يحتاج إلى معلومات أمنية. أنا مو دفاع عن اللي يصير الآن، لا أبدا بالعكس. وإحنا أيضا بنفس الوقت مو ضد السيطرات ولا ضد الإجراءات الاحترازية والأمنية، لكن اليوم خلي أتحدث لك عن لسان حال المواطن أو سائقة، خاصة سيارات الحمل. يقول لك شنو أنت، خليك مكاني، إذا توقف لك يومين بسيطرة بعدين لما توصل للسيطرة مين جاي وين توصل روح؟ شوف هسه حكينا بغير موضوع، هذا موضوع رشا، هذا أني أنتقده وأنت تنتقده ووزارة الداخلية تنتقده، وأني معترض رقم واحد. هسه إحنا نحكي أمام تلفاز، لا طبعا هذا خلل وخلل وعبارة عن رشا، وهذه السيطرة تشترى بمبالغ كبيرة جدا. هسه إحنا ما نريد نقول سمعنا كل شيء، ولكن وصلت المبالغ إلى أكثر من 500 إلى 400 ألف دولار حتى يداوم بهذا المكان، لأنه هو المكان عبارة عن بير مال نفط، هو يأخذ مثل المنشار، الطالع يأخذ منه والجاي يأخذ منه وهكذا. وأعتقد بمواقع التواصل الاجتماعي الكل حشب هالموضوع، يعني على مستوى الجميع. أبو اللوري على قولته يقول أنا كل اللي حصل بالدرب الواحد 150 ألف دينار أنا أنطي نصها للسيطرات، ابتداء من يعني من شمال نزولا عبورا الى صلاح الدين الى سامراء الى ان يوصل الى بغداد، هو هالسي الاخوان. هذا خلل، هذا خلل. يعني انت تحكي لي على خلل، هذه تربيه، هذه واجبات وزاره الداخليه، واجبات المنتسبين. يعني شرف المهنه ما عنده، هو اللي ياخذ بفلوس من مواطن هذا عنده شرف مهنه؟ لا هذا ما عنده شرف مهنه. احنا نتكلم على شرف المهنه العسكريه، نتكلم على انسان عنده ولاء للبلد، انسان يحمي امن البلد، مو قاعد حتى ياخذ من هذا وياخذ من هذا. تحكي اقول لك انا اشتريتها للسيطره، انا مشتري لهذا المكان، انا مشتري هاي السيطرات الحدوديه ارقامها خياليه، لانه هو يعني عباره عن مصدر مال فلوس، مصدر مال سم. والله ما اريد اقول لك ايش قد، يعني انا سامع من اخوان ارقام توصل خياليه، يعني باليوم يدخل له مدخولاته اليوميه بحدود حوالي 600 700 الف دينار، ما عدا راتبه، ما عدا اكله طالع من السيارات، ما عدا المهم. هسه ما نريد ندخل بالتفاصيل. مقابل شنو هذه الاموال؟ نعم مقابل شنو؟ مقابل ان يعبره. شنو هو حتى ليش لعق قلب السائق؟ ولهذا يعبره شايل ممنوعات حتى يعبره، ولهذا ايش يصير؟ ده يضيع الاخضر بسعر اليابس، لانه اول ممنوعات ده يطب، واللي ما عنده شيء ما مسوي شيء ده يطب. هي يريد يخلص هو على قولة أستاذ عدنان، أنت تبقى لك يومين نايم بالسيطرة، هو تشقد يوميتك حتى تبقى يومين بالسيطرة؟ ها
هذه يعني اكو نزلت على طريق عن طريق المواقع. هو يقول لك اني يعني اني الدرب كله احصل منه 150,000 دينار. زين انت اذا بس بالسيطره من يومين يوم وين؟ شو وقت يروح؟ شو وقت يرجع؟ شو وقت يوصل لاهله حتى تصير؟ هاي كتل اسبوع. شنو اسبوع 150 دينار وين احطها؟ بحلق من؟ هاي المشكله. شوف اذا احنا يعني الموضوع بشقين، بموضوع امني وبموضوع رشا والدليل الى انه قبل 4 أيام أو 5 كان هنالك فضجه كبيره بسيطره شمال بغداد. نعم. يشدون ويا اللي يريد يخترق، ولهذا مثل ما قال استاذ عدنان يعبر بالسايد الثاني والسايد الثالث، وهذا عنده موافقه وهذا ما عنده موافقه. على مستوى سيارات الدوله، انا البارحه خلي اعطيك معلومه فريش جديده. البارحه انا اتكلم ويا شخص مسؤول عن توزيع منتجات نفطيه زين. سيارات مال الدوله بيها موظفين يسوقون بعجلات دولة تودي نفط وغاز للمحافظات، هسه تودي صلاح الدين، تودي الكركوك، تودي النينوى، هذا مو موضوعنا. ابو السيطرة يوقف ما يخليه يطلع لانه ما ينطي فلوس. طيب انت مو انت قطعت، انت حرمت محافظة من هذا الموضوع. ولهذا اذا تذكر قبل ليش قبل أكو قانون يمنع مثلا انه الموظفين الحكوميين اللي ينقلون النفط مثلا من العبور غير كده؟ لا طبعا ماكو غير شايل كتاب رسمي. اذا على اي اساس يمنع؟ هذا هو هالشكل مزاجي، الموضوع مزاجي. هسه لو تسال ابو الطرق وتدقق بهالموضوع انا اذا احكي لك هذا واقع حال حدث بيني وبين الشخص المسؤول عن توزيع منتجات نفطيه الى يعني من مراكز النفط الى بقيه المحافظات. ولا شنو تبيت سياره انت يوم؟ والله ما عندي امر من محافظتي، يعني لازم تجيبوا لي امر. يابا كتاب رسمي شايلين كتاب من المركز، هذا يسمح لك بالخلل. ليش؟ لان ما انطى فلوس السائق، ما انطى فلوس. هو السائق موظف يعطيه فلوس من جيبه؟ هو غير طالع بواجب، طالع ايفاد. خلينا نقول هسه انا ما ادري ايش قد قيمه الايفاد ماله، بس هسه كل هذه المعوقات والمشاكل اللي تحدثنا عنها، بالتالي عدنان يعني مشكلة التحول الرقمي راح يعني يخلصنا يمكن من 90% من هذه المشاكل والمعاناة، وبالتالي توقع هي براس المواطن. والله هو التحول الرقمي احنا لحد الان هو ما اشتغل، ما نعرف. يا الله سووا سيطرات وكلها فاشلة، هذيك يا مكانتها لحد الان. يعني من ناية على 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 هسه مجرد تقليص هذه السيطرات والله تطويرها، تطوير المدارس، الغاء السيطرات وحط مراقبه، وش تريد تفتش فتش، ومو شرط بهالمكان. ليش لهالمكان؟ هو قبل المكان يطلع، قبل ما يوصل السيطره ما يصير مكان السيطره معلوم. لا معلوم. هو السيطره العفو مقر بغداد، يعني احنا نتكلم على العاصمه. مقر سيطره الحدود، يعني انت لما توصل المخدرات لبغداد يعني عبرت من الحدود، يعني الخلل بالحدود. احنا المشكله هذه السيطرات، هاي دول العالم مضبطه حدودها، ما عندهم اكو معاهد داخل العراق استاذ عدنان. بالنسبه للمخدرات اغلب دول العالم مخترقه بهذا الموضوع. احنا اذا نتحدث مع وجود السيطرات والمخدرات جاي توصل، تريد اليوم نفتح مداخل العاصمه بغداد وتعال حتى قبل ابو جهل؟ والله العظيم نفسها حرام، نفسها والله. اذا زادت واحد حبايه وحده انا مسؤول، فلا تزود. والله بس اكون مضبطه يعني يم الناس المنفذين، مثل ما قال الاستاذ الموضوع مواطنه. يعني هذا العسكري الواقف او الرجل الامن الواقف على السيطره، يعني هو اذا ما يجع ضميره من والله هذا لا السائق. انا اكو دول مستقره امنيا اليوم بكل مدخل عاصمه، كل مدخل محافظه اكو نقطه تفتيش. اكو هاي اقليم كردستان تقدر تدخل لك هالقد تمام، تفتيش وتدقيق وصوره ومعلوماتك يلا تكون تمام. هاي منها وموضوعهم لاني مستقر تمام. بس بكردستان همينه كل شيء بيها، مو بس كردستان، في كل العالم كل شيء بيه. انت ما ممكن ان تقضي على كل شيء. ان هذا موضوع يخص ثقافه المواطن. المواطن من يشوف خلل ما يضمه، وانما راسا يخبر. اكو تليفونات ما يذكر اسمه، والمو يروح يقول له لا ترى فلان خبر عليك، ويروح يبتل النوب يساوموه. ويعني ما هي هاي المشكله بالتصرف والاسلوب والمواطن. اما والله العظيم السيطرات كل شيء مسوي. زين انت اليوم كخبير في مجال الطرق والجسور وتشوف مشكله المداخل العاصمه بغداد، شنو الحلول المناسبه حتى تصير مداخل بغداد يعني واجهه حضاريه، واجهه تناسب بغداد واسم بغداد يعني وتاريخ بغداد؟ يعني هسه المداخل بس تطلع الحدود الامانه
هي المداخل عبارة عن تكرم عن مزبلة، كل الأنقاض مذبوبة بصف بما فيها المرور السريع، بما فيها المرور السريع طريق البصرة، بس اطلع من اليوسفية وشوف الأنقاض. يعني هم أنا ترجع هم المواطن، هو بس طلع مشايل الأنقاض من ناية، طلع من التبليد ذب الأنقاض حتى بالمحرم مال الطريق، وهذا الطريق السريع روح شوفه. يعني أنا ذاك الأسبوع رحت للبصرة وشفته، وهكذا طريقنا احنا أهل ديالة. يعني مشكلة ماكو احترام، ماكو احترام. هذا هاي منشأة عامة، هذا يخدمك ويخدم غيرك، وهو حتى اللي يحمل حمولة اللي دمروا الطرق الحمولات هو أول المتضررين، هو لأن هذا الطريق بعد ما ينمشي عليه بالضبط. ويا ما صارت. فيعني الموضوع يم حرص المواطن وإيمانه بوطنه وإيمانه بمسؤوليته. مو هسه بما أنه بدت الحكومة بإنشاء طرق جديدة وجسور جديدة، بالتالي لازم المواطن هم يخطي خطوة يحافظ على هذا الطريق، يحافظ حتى بالتالي يقدر يستفاد من الأبعد وقت ممكن. هاي محاولات لفك الازدحامات، هي ماكو جديدة يعني برا. يعني أنت يعني كخبير طرق الجسور، العراق بعد يحتاج طرق 200,000 كيلومتر، هسه عندها بحدود 200، هذا تحسبها بالكلش متفائل. يحتاج بعد 200، يعني هو نص المطلوب ما مسوي، اي نص المطلوب ما مسوي من الطرق. اي ما تقدر يعني ممكن تسويها بليله يوم؟ لا ما تقدر، لا بس لازم تباشر. مو 20 سنه صار لنا ما سوينا ولا شيء. هسه يلا بدينا، صار لنا سنه واحده. مو قال الاستاذ 20 سنه انت اليوم صار لنا واقفين. كخبير في مجال الطرق والجسور، خلال سنه شلون نشوف نسبه الانجاز داخل العاصمه بغداد بطرق، بجسور، بشوارع، يعني بمداخل؟ هسه بدت اي خلال هذه السنه شلون تقيم نسبه الانجاز بسنه واحده؟ بس هم مو مثل ما يعني انت عندك من 1980 82 عندك 4 طرق حلقية مصممة لبغداد، ما خلص ولا واحد وما باشرة ولا بواحد. هذا احنا نعاتبك لك استاذ عدنان. اي يعني ما انا يعني هذا هو انتوا اهل الطرق يعني وين عندك؟ تمام احنا يعني حطينا سنة 2001 حطينا خطة، المفروض هسه بال 2020 خلصان 4. زين هسه بهاي الحملة مال فك الازدحامات دخلوا واحد من الطرق، دخلوا رقم واحد اللي هسه احكي لكم موضوع بجسر وتقولوا مهم له لا. تفضل. السريع القادسية وين ينتهي؟ مال اللي جه من المطار ينتهي من الجندي المجهول. زين. وتمام؟ ايه. هذا بنفق من الجندي المجهول يطلع بساحة الفردوس. هذا شلون اهمي هذا؟ يطلع بساحة الفردوس بين الفنادق. يعني اللي جه من المطار قبله يطلع بين الفنادق. هذا بالطريق الحلقي رقم واحد. هسه اكو حديث عن طرق حلقيه للعاصمه بغداد، لكن هسه العاصمه على اساس على اساس على اساس خلصوا تصميم وعلى اساس نفذ، بس لحد الان حقيقه انا ما عندي اي معلومات عنه. انا بس محتفظ بالخريطه مال الطرق الحلقيه ومثل ما يقولوا الوم بنفسي. الخبير في مجال الطرق والجسور الاستاذ عدنان مظلوم، اشكرك جزيلا. الشكر الخبير الامني الاستاذ صفاء الاحسن، شكرا جزيلا. حياك الله. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن الأرقام الخطيرة عن التدخين في العراق الذي بات يفتك بالأرواح والأموال بدون رحمة. نفتتح هذا الملف وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. أكثر من 10 سنوات على إقرار قانون مكافحة التدخين ولغاية الآن لم يرى النور. أحصائية صادمة عن وزارة التخطيط ومنظمات صحية تشير إلى وجود أكثر من 15 مليون مدخن في البلاد، ويبدو الإقلاع عن التدخين ليس أمرا مطروحا بالنسبة إلى الكثيرين بسبب المشاكل الاقتصادية حسب ما يقول أبو علي. شغل ماكو، كهرباء ماكو، دنيا حارة، قهر، احنا سواق، يعني يوميتك انت تطلع من الصبح لليل 15,000 وانت قاعد ايجار بشهر 300,000، شلون تحل اياها؟ وعندك 3 جهال وانت ومرتك 5، حل اياها. طبعا ادخن، من القهر ادخن. وين تروح؟ بمن تذبح حركتك؟ الاراجيل والسكائر التقليديه المصنعه من التبغ تودي في العراق بحياه الكثير من المدمنين. الامر يزداد تعقيدا بهجره المدخنين الى السكائر الالكترونيه التي رفعت نسبه الاقبال عليها بين المراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و15 عاما. هناك اسباب ومسببات للتدخين، منها الوضع النفسي، الوضع الاجتماعي، ضغوطات الحياه، لكن يفترض بالحكومه ان تتخذ عده اجراءات، من هذه الاجراءات هو
فرض ضريبه عاليه على استيراد السكائر، منع السكائر، منع التدخين في الاماكن العامه، منع التدخين في الدوائر الرسميه، تضييق، ايجاد مجالات فسحه للشباب، تشجيع الانديه الرياضيه والممارسات الرياضيه، تشجيع الممارسات الثقافيه، كل ذلك يدفع الشباب للابتعاد عن التدخين. 20% من العراقيين يدخنون التبغ بمختلف انواعه، حيث وصل الانفاق على التدخين الى 6 مليارات دينار يوميا وفق ما ذكرت وزاره الصحه. اكو استيراد للسكائر بمبالغ ضخمه، هذا كله انا اعتبره هدر للعمله الصعبه، والعمله الصعبه اللي تروح لخارج البلد في سبيل توفير شيء مضر بالصحه. يقتل التدخين في العراق شخصا كل 10 دقائق وفقا لاخر احصائيه كشفت عنها وزاره الصحه، مؤكده على ضروره محاربه هذه الظاهره التي باتت تنتشر بين الشباب خصوصا المراهقين. من بغداد شيبان سامي، الايام الفضائيه. إذن محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة الدكتور وسيم جيلان شاكر. دكتور مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة. أهلا دكتور. بداية، ما هي نسبة المدخنين في العراق، أعمار المدخنين وذكور أو إناث، والتفاصيل المتوفرة على حضرتك؟ صحيح. بالحقيقة وزارة الصحة تواجه الكثير من التحديات في الضغط على الخدمات الصحية جراء الأضرار الصحية من الكثير من عوامل الخطورة ومنها التدخين. تواجه الكثير من التحديات في مسببات هذا العوامل الخطورة في الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية. في العراق آخر إحصائية لعام 2015 بينت أنه 20% من العراقيين بالغين لأعمارهم أكثر من 18 سنة مدخنين. 20% يعني كل 5 عراقيين يكون شخص مدخن. لكن المشكلة في العراق أنه التدخين السلبي هو استنشاق دخان الآخرين. تقريبا أكثر من 40% من العراقيين يعانون من التدخين السلبي. هذه التقارير مال أي عام؟ هاي عام 2015. مزين. يعني اكثر من نصف العراقيين تلقى 3 يدخنون هسه يجوز. نعم. يعني اكثر من نصف العراقيين هم اما مدخنين او يعانون من التدخين السلبي. التدخين السلبي استنشاق دخان الاخرين في مكان العمل، في وسائل النقل، في السياره، في البيت. بالحقيقه انه ضعف في تطبيق القانون، يحتاجين لمزيد وجود في تطبيق القانون بشكل صحيح حتى نقلل هذه النسب. بالنسبة ضعف بتطبيق القانون، اكو قانون يمنع اليوم انت واي مشاهد صاعد بكي وانا مثلا اليوم ما شغل جيجارته، اكو قانون يمنعه من انه يخلي 11 راكب يدخن وياه؟ يعني هو القانون رقم 19 لعام 2012 حدد بعض في فرض العقوبات والغرامات على من يدخن في الاماكن المغلقه، لكنه هناك يعني تطبيق هذا القانون نواجه به تحديات، لانه من عام 2012 حتى الان ما فرضت غرامه على شخص مدخن في الاماكن المغلقه، لانه تطبيق هذا القانون يحتاج الى يعني مراجعه المحاكم وجلسات حتى يفرض على المدخن 10,000 دينار، هذا غير قابل للتطبيق. ان شاء الله يعني عندنا مشروع قانون جديد في مجلس النواب، قراءة أولى وقراءة ثانية يعالج هذه المشكلة. شنو نص القانون؟ يعني تفرض غرامة على اللي يدخن وتقطع هذه وصل رأسا وصل و على اللي يدخن وين؟ في الأماكن المغلقة. زين. نعم، في وسائل النقل، في سيارة، في مكان العمل. سيارات النقل العام العمومية يعني والخاصة، حتى الخاصة هم يعني سيارة الخاصة. قانون المرور تتعاون يعني مديرية المرور تتعاون معنا في هذا الموضوع في فرض الغرائم على الشخص المدخن داخل السيارة سواء خاصة أو عمومية. لا، إذا كان السائق بمفرده والسيارة سيارة خاصة تابعة في مكان مغلق ويا أحد يعني راكب السيارة وساد النوافذ وهذه، فهذا يأثر على اللي يستنشق يخلي اللي وإذا كان وحده يعني هي فرض غرامة على حتى إذا وحده يعني غرامة. نعم. بين اخر الاحصائيه هذا حكينا على البالغين اللي اعمارهم اكثر من 18 سنه.
بالنسبه للاعمار اقل من 18 سنه، اخر احصائيه اخر مسح صار عام 2019 بين انه الاعمار هم من 13 الى 15 سنه اللي هم صف اول وثاني وثالث متوسط يتعاطون منتجات التبغ تقريبا 15%. هذه النسبة أيضا كبيرة، وإحنا نعتقد أنه هذه النسبة زادت في السنوات الأخيرة بسبب تعاطي منتجات الجديدة والناشئة اللي هي السجائر الإلكترونية الفيب اللي بدأت تنتشر في مجتمعنا بكثرة، وبدأ الأطفال والمراهقين يتعاطون هذه المنتجات، وبدأت النساء والفتيات أيضا يتعاطون هذه المنتجات. هذه حتى في المدارس قاموا يدخلوها. زين يعني اليوم ليش ما أمنع مثلا اليوم أكو فيب على شكل مقطعطة تدخل للمدرسة ويدخلوها الطلاب؟ هذه مقلدات السجائر حاليا ايضا موجودة في الاسواق بشكل قرطاسية او شكل شوكولاتة او شكل نستلة. بحقيقة شركات صناعة التبغ يعني سياسات البيت سياسات يعني الترويج لهذه المنتجات، وبالبداية قالت ان هذه المنتجات هي آمنة واقل ضرر من السجائر العادية، وانها وسيلة من وسائل الإقلاع عن التدخين. لكن البحوث الحديثة العالمية من جامعات الرصينة بينت انه عكس ذلك، انه هذه المنتجات لا تخلو من الضرر، وان تأثيرها على نمو الدماغ وخاصة بالأعمار الصغيرة، لأن الأعمار الصغيرة نمو الدماغ خلال هاي الفترة إلى عمر 18 سنة، أي تأثير على نمو الدماغ حيسبب له مشاكل في الدماغ ومشاكل سلوكية. يعني وهذه ما احنا نلمسها. هذا ادمان، تدخينها ادمان. ادمان بالتاكيد، هو من يدمن في عمر صغير على هذه المنتجات يصبح مدمن للعمر كله، وهذه سياسه من سياسات شركه صناعه التبغ. يعني انا اريد اسالك اليوم شنو الغايه لما الشركه تصنع فيب على شكل مقطعطه مساحه قلم؟ شنو الغايه، شنو اللي تريد؟ يعني هي تتحقق ارباح كبيره في الاسواق العراقيه. الارباح على جانب، لكن ليش اصنعها على شكل مساحه لو مقطعطه؟ يعني وين اريد اوصلها بالضبط؟ وين اريد يستخدموها بالضبط؟ نعم، هو حتى يبدون الاطفال مثل ما اقول حضرتك انه يبدون الاطفال من يتعاطون هذه المنتجات في سن صغير يعني حيدمن على هذه المنتجات طوال بالمدارس. يعني ده نعمل احنا ويا وزارة التربية بتعاون كبير بين وزارة الصحة ووزارة التربية في مكافحة التبغ والصحة المدرسية، ويعني هناك مجموعة إجراءات ومشروع مدارس مناهضة للتدخين. هذا مشروع يعني بدأ بخطوات ناجحة في أكثر من 600 مدرسة في العراق. يعني هي المدارس ليش ما نضيف للقانون اللي يمنع الشخص يدخن حتى لو كان وحده بسيارته ممنوع ويغرب، ما نضيف لقانون اصلا يمنع استيراد الفيب اللي على شكل مقطعطه مساحه غير الصغيره بالقانون، حتى بالقانون يتم استخدامه داخل المدارس. صحيح، حتى بالقانون النافذ لعام 2012 رقم 19 والتعليمات التنفيذيه لعام 2014 منع مقلدات منتجات التبغ. هذا المنع هو واضح، لكن المشكله في العراق انه اغلب هذه المنتجات تدخل بطرق غير مشروعه. اللي تدخل بطرق مشروعه تمر بسلسله، تمر على الجهاز تقيس السيطره النوعيه وبها مواصفات، نسبه النيكوتين، نسبه المواد، رطوبه، هذه كل هذه الامور ما تكون مقلده للاشكال القرطاسيه او مقلده للنستله. لو هاي الامور على وهي سجائر الكترونيه او حتى لو كانت نرجيله الكترونيه، لكنه ممنوعه حتى يحتاج تدخل بطرق غير رسميه، بالتالي تصريفها بالاسواق سهل جدا. نعم، هي تدخل اكثر هذه المنتجات بطرق غير مشروعه الى اسواقنا وبسعر رخيص. يعني ارخص بلد بالعالم هو العراق، باكيت سيجار 500 دينار اقل من دولار. هذه سياسه نهجتها هذه الشركات لانه الطفل او المراهق هو يوميته اكثر من هذا الرقم، فيقدر يشتري باكيت او باكيتين. هذه سياسه هي يعني اتبعتها هذه الشركات في يعني ترويج وحققت ارباح كبيره. ومثل ما قلت حضرتك انه اذا ادمن على هذه المنتجات يبقى كزبون دائم لهذه الشركات وتحقق يعني ارباح مستدامه. زين، تقارير 2015 تقول انه كل 10 دقائق شخص يموت بسبب التدخين بالعراق فقط. التقارير في 2015 قالت انه كل 20 دقيقه يموت شخص لاسباب تتعلق بالتدخين، لكن هم انا البس حاليا يعني هو ان شاء الله السنه حنسوي مسح جديد بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه وخبراء من منظمه الصحه العالميه. يعني ليش ويا المنظمه؟ حتى تكون ارقامنا عالميه معترف بها، وحيكون وسح ايضا. احنا نعتقد انه بنشوف الظواهر
كخبراء في وزارة الصحة أنه هذه الأعداد تزداد في الآونة الأخيرة. أنا أريد أوصل لك فكرة أنه بسنة 2015 كل 10 دقائق يموت شخص بسبب كل 20 دقيقة يموت شخص كل 20 دقيقة يموت شخص بسبب التدخين وما كان فيب وغيرها من هاي الإلكترونيات. اليوم مش قد تتوقع أنه تكون النسبة كل كم دقيقة يموت شخص بالعراق؟ يعني أتوقع كل ربع ساعة أو كل 10 دقائق يموت شخص. نعم هذا توقع. ايضا صارت بعد البحوث من طلبة البورد العربي والعراقي وحتى البحوث الدكتوراه والماجستير في الجامعات العراقية بينت ان هذه الارقام في تزايد، واحنا يعني ان شاء الله بالمسح قد يعني يكون دقيقين اكثر حول هذا الرقم. جيد. اكو قانون سابق لمكافحة التبغ لكن ما معمول به، زين اكو قوانين جديدة برأيك اليوم تتناسب مع هذه الانسيابية والأريحية بتوزيع التبغ وسهولة الوصول إليه وسعر الرخيص اللي ممكن أي شخص ممكن يشتريه حتى الطفل وبسهولة بتعرف عليه؟ صحيح. هذه الظاهرة هي منتشرة في مجتمعنا العراقي وأيضا في المجتمعات الدول النامية. العراق جزء من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ ويعمل باستراتيجية الأنبوب المبثقة على هذه الاتفاقية. بالتالي من صيغ القانون مشروع القانون المعروض عن الآن في عند لجنة الصحة والبيئة في برلمان وقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية وجاهز للتصويت، هذا يعني يتماشى مع التطورات العالمية. وأيضا من صيغ هذا القانون مشروع القانون كان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنسقين دوليين والإقليميين في الاتفاقية هذه الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ لمواكبة التطورات الناشئة والحديثة وهذه المنتجات الجديدة. ومثل ما قلت حضرتك أنه بالبداية روجت على أنها أقل ضرراً لكنه البحوث الجديدة بينت العكس من ذلك، أنه حتى الفيب والسجائر الإلكترونية والأرجيل الإلكترونية بها مواد سامة، بها أكثر من 127 مادة سامة كالرصاص والنيكل والكروم والنكهات التي تضاف إليها كالفراولة والتفاح، وهذه النكهات هي تحتوي بالأساس على مواد سامة. هذه الإلكترونيات الدخانيات يمكن موجودة بأغلب بلدان العالم، شلون تتداولها هذه البلدان؟ ونتحدث اليوم عن البلدان لديها نظام صحي رصين 100%. نعم بها مجموعة ضوابط في يعني التعامل مع هذه المواد، بها بعض البراندات اللي تكون أقل ضررا وضمن المواصفات القياسية العالمية. احنا في العراق مشكلتنا انه اغلب هذه المنتجات تدخل بطرق غير مشروعة، فهي غير خاضعة لتقيس الساترة النووية وليست ضمن المواصفات القياسية العراقية، بالتالي هذه المواد ما تعرف شنو اللي بيها، ما تعرف شنو منشأها، ما تعرف يعني هي كبطارية وكهربائيات، فمرات تنفجر في وجه من يتعاطى هذه المنتجات فسبب له تشوهات، لانه يعني مو براند او مو يعني ذات صناعه جيده، فتدخل وباسعار رخيصه. يعني اللي تدخل بطرق رسميه كلها براندات ضررها يكون اقل؟ مو شرط يعني براندات، بس ضمن المواصفات العراقيه فحتكون يعني اقل. اكو مواصفات محدده من قبل الجهات الصحيه انه هذا يسمح بدخولها؟ الجهاز المركزي والتقيس السيطره النوعيه عنده مواصفه قياسيه في منتجات التبغ كالسجائر العاديه وحتى الارجيله وحتى الالكترونيه، بها نسبة الكوتينج قد نسبة الرطوبة، بها المواد المستخدمة في هذه المنتجات ضمن المواصفة وهي مواصفة رصينة، لكنه يعني يحتاج للمزيد من الجهود في وجود مثل هيك مواد في الأسواق العراقية وهي داخلة بطرق غير مشروعة ويعني ليست ضمن المواصفة القياسية. دكتور إذا أسألك في مجال تخصصك أيهما أكثر ضرراً؟ نعم. الجيجارة أم هاي الإلكترونيات الفيب وغيرها؟ اليوم أشوف بعض الأشخاص يدخن جيجارة وراها يدخن بالفيب حتى شوية ينسى الجيجارة، فبالتالي ما نعرف منه مضرتها أكثر ومنه أقل. عزيزي
بالبدايه تذكر اجدادنا كانوا عندهم تشيس التتن ويلف هذا التشيس، جت الشركات قالت انه ححط له بفلتر وحتكون اقل ضررا، لكن هو بينت انهم يتعاطى هذه المنتجات ايضا حضر بالصحه، واللي قاعد بصف يستنشق دخانه راح يكون ضرر صحي يعني ليس اقل ضررا من يتعاطى هذه المنتجات، لانه هذاك اذا يفوت فلتره هذا ما يفوت فلتره. بعدين جت نحو الارجيله وقالت هذا حيفوت بخرطوم ومي وحيصفى وحيكون اقل ضرر، لكن تبين انه يتعاطى النرجيله العاديه لمده ساعه كانه يدخن من 100 الى 200 سيجاره. بعدين بدات الالكترونيات وهذه الامور والشباب شويه بالالكترونيات مهتمين بالالكترونيات، دخلت السيجاره الالكترونيه الارجيله الالكترونيه. الحقيقه الارجيله الواحده من 100 الى 200 نعم ساعه واحده من الارجيله الاعتياديه تعادل من 100 الى 200 سيجاره عاديه. يعني هاي مو اني اقول لها، هاي بحوث عالميه. تعرف اكو شباب بعمر 16 17 سنه يدخن باليوم ثلاث مرات. ما عندي احكي يعني هذا المصدر، هذا مصدرها منظمه الصحه العالميه. هذا المصدر اللي يدخن ثلاث مرات باليوم كم سيجاره يعني تقريبا مدخن؟ ثلاث ساعات قصدك يعني؟ ثلاث ساعات تقريبا يعني من 300 الى 600 سيجاره. هذا مو انا اقول له يعني، هذا مصدر منظمه الصحه العالميه. 600 سيجاره هذا معترف عالميا. هسه اذا تدخل على اي موقع تقرا هذه المعلومه، هي يعني معترف بها عالميا. نعم. يعني ضمن منظمه الصحه العالميه. بعدين جت السيجاره الالكترونيه وقالوا انه اقل ضررا، لكن هسه بجديد البحوث الرصينه بينت لا العكس من ذلك، انه هذه المواد تحتوي على مواد سميه، انه تحتوي فقط على النيكوتين، فهو يدمن اكثر على هذه المنتجات. ومن يتعاطى مثل ما قلت حضرتك، من يتعاطى هذه المنتجات في سن صغير حيأثر على نمو الدماغ، وبالتالي حيسوي له مشاكل. ايضا بها مطيبات واطعام ونكهات، اشكال حلوه، الوان حلوه، نكهات يعني جذابه للكبار والصغار. نعم. احنا المشكله انه بدات الاناث يتعاطن هذه المنتجات بكثره. سلوكيات المجتمع اختلف عندنا في العراق، كانت الام تلقى في ابنها يدخن تخوف ابوه، اقول له لابوك هذه، كان اكو شويه يعني هسه حاليا اختلف الموضوع. بدت انه شيء عادي انه الابن او البنت يدخن قدام الاب او قدام الام، وقد هي الام لا المراهق اذا يشوف امه تدخن. سلوكيات اختلفت في المجتمع العراقي. هذا كل اللي حكيناه سبب يعني زياده الطلب على الخدمه الصحيه في العراق. المستشفيات والمراكز الصحيه يعني من جراء يعني الاضرار الصحيه لهذه المنتجات. نعم. ده سببها يعني طلب على الخدمه بكثره. اثقلت كاهل وزاره الصحه. تجاوزنا على الوقت دكتور معاون مدير برنامج مكافحه التبغ في وزاره الصحه الدكتور وسيم قيلان، شاكر اشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. على الاستضافه. اذا مشاهدينا قبل نروح واياكم لموجزنا الخبري، خلونا نشوف ابرز الاراء في منصه اكس التي جاءت بوسم غزه تقاوم وستنتصر باذن الله. بموجز الأخبار، الشيخ همام حمودي والنائب سعود الساعدي يبحثان سبل إنجاح البرنامج الخدمي للحكومة.
السوداني يرعى توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية. المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة التسجيل على الفريق الوطني لذوي الإعاقة. محافظة بغداد تعلن المباشرة بتنفيذ مشروع مجاري النهروان الاستراتيجي. النزاهة تعلن الإطاحة بمعاون مدير بلدية علي الغربي بتهمة استغلال المنصب. حصاد الليل انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.